مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الأجزاء السابقة في الموضوع ديال الهجرة السرية اللي تناولنا فيه القصة ديال المختفي أيوب، اللي الأم ديالو والأخت ديالو اللي كتعيش من فرنسا كتقلب على أخوها. من بعد تكلمنا مع زكريا اللي كان ما عندي ما نحلل في الموضوع لأنه دواب قلبه والتأثيرات النفسية اللي كيعيشها زكريا في الظرفية الراهنة من بعد الواقعة. مشاهدينا الكرام، الآن معي عبد المجيد، تا هو نفس الموضوع وتا هو شاف الموت. تبعوا معي عبد المجيد، إذا كان ممكن تساعدني من الأول، كيفاش تلقيتي هذا السمسار؟ وشحال عطيتيه؟ وكيفاش مشيتوا للجديدة وكراريكم تا لقيتوا راسكم في البحر وفي الآخر نجاك ربي؟ عاود لي. هذا واحد الدرية من خالتي تتعرف واحد شي ناس تديو هي تجي عند الوالده وهي تقول لها راه كاين واحد الناس يديو، لا بغيتي ولدك تا هو يمشي؟ لا في ما لقاتش الوالده من المعاكزين، قالت لها مرحبا شوفي كي غادي بخير وعلى خير. قالت لها لا الماكله، المهم قالت لها يكون غادي غير بخير وعلى خير، انا نتعاون معاه نعطيه شي حاجه باش ياكل مننا ماشي مشكل. قلت لي شحال؟ قالت لي 3 المليون. صافي انا تما غادي معاه. صافي تا عيط لواحد الدري لقيناه بحال غادي جديدة، تلاقينا معاه وصلنا غادي في الطريق، تا وصلنا العدد دوك الدراري اللي كانوا غاديين حارقين. وصلت عندهم بقات شي 7 دقايق وتجي ديك الطوموبيل، بانوا ليا بحال شي شفارة دايرين بيناتهم وخد خلعوا. جيت انا وقال لي تخزن ما عرفتش، كاين شي 5 دقايق هي تجي الطوموبيل. ركبنا في ديك الطوموبيل حنايا ما عرفتش نقول شي 10 9، صافي خشاونا فيك الطوموبيل تلاحينا فيها تداونا لواحد الدار على الخلا والقيفار، شكل شي فيلا هكاك. وكنا ما مصوبه ما مقاده ما هو ما مصبوغه ما والو، المانطات يلا مخودين بحال تقولي مخودين 600 ريال الوحده ولا 400، بحال هذيك الدار واخدين شي 20 وحده كله حاطين كل بيت حاطين فيه 6 5 دايرين شي 4 البيوت. هو دخلنا عندهم دخلونا ديك البيت، تلاقينا حنايا ولاد المحمدية تما حطونا في ديك البيوت، كاين شي وحدين اخرين ما بغاوش يلاقيونا معاهم. صافي جاو عندنا صافي بعتونا تا الصباح، بيتنا تا الصباح لقيت 8:30 ديال الصباح ما يجيو عندنا، ارو 400 لواحد باش نجيبولكم الفطور. قلنا لهم مرحبا، جمعنا 400 لواحد عطيناهم ديك البركة 3600، كنا حنا 9 دراري جمعت لهم انا بيدي. صافي مشاو وكشي دوزنا داك النهار بخير وعلى خير. الغد تقالوا لينا مع الصباح عطينا عاوتاني 400 لواحد، دازت ما عرفتش نص ساعة بحال ما هكاك ساعة الا روب. جاو عندنا قالوا الفلوس اللي موجود الفلوس يجي عندنا. صافي مشينا عندهم تما البيت ديال الكوزينة ولينا شحال، قالك 3,60,000. انا قلت لي 3 المليون كان اللي قالوا لي الدراري، مشيت معاهم عطيتهم 3 المليون، قال لي زيد ما زيد بقيت قال قلت لي مو حاج غادي نمشي بعد ما عنديش عدي لكم ولا هادي، قال لي رجع غادي نرجع بحالي. صافي بقيت مشيت على الدراري للبيت، قلت لهم خوت، قال لي المهم خلي الفلوس، خليت لي الفلوس ونمشي على الدراري. قلت لهم الخوت انا في الشك غنمشي معاكم، ولكن تخاصني قالك 3,60,000. وقعدت شوية وانا نمشي عنده، رجعت عنده قلت لي راه ما عنديش من ندبر لك وهادي، ويقول لي واش عدير سير شوف لي شي 20,000 وشي حاجة دبر لي 20,000. وانا مشيت على الدراري طلبتهم واحد جوج ولاد الدرب عطاوني 4,000 4,000، قلت لهم تنصيفط عليكم ولا تنتلاقاو لي في الصباليون ان شاء الله، ورا غادي نتحركو ونعطيو لخوتي اي ماشي مشكل. عطيتو هاديك 3,000 و8,000 صافي. جينا جيت البيت، جينا البيت بقيت مريح معاهم نهار كامل، دوزنا داك النهار مع الغدا تغدينا، جابوا لينا كاملة قال لينا واحد توما 10 توما 9 غنزلو عليكم واحد 10 غتقسمو كاملة. قلنا لهم مرحبا، حاجة جابوا لينا كاملة تا واحد ما قد يقسمها لنا، حتى انايا قلت لهم جيبو يا طبسيل كاينة شي عاشق كاينة. دورت لهم بطاطا بطاطا اللي كنا هو هذا. صافي تريري تفرتكو دوزنا هذاك النهار، قال لي خاصو شي كارون نجيبو ليه والماء،
كنا تنتصليو الماء ما تيجيبو لينا من البير، مازال كنا ناخدو 5 لتر ديال الماء تشاركو فيها وتناخدو 5 لتر ديال الحانوت. كاين قالك راه بغينا كاوكاو لوز، يقولك ما كاينش لا كاوكاو ولا لوز. صافي خلاونا، داز هذاك النهار عشية ما قالوا لنا نمشيو، حتى واحد ما قال لنا طلع بطلت حالك تبقى لكم شي يومين وعادي تمشيو. بحال داروا تلت تلات الغد، دوزنا مع الصباح جا وعدنا قالك 400 لواحد، عطيناهم 400 ديال الغدا. واش غيديروا لنا غدا؟ يقوموا يدوروا قالك غنديروا لكم على العدس. ماشي مشكل، ديروا لنا السيد ديك العدس. مع العدس ما جابوش لينا، ما جابوا لينا نقول لك حتى لشي المغرب تقربنا نخرجوا، ما جابهم شي كال وشي ما كال. واحد تيجا ديال 20 واحد كال، وتيجا الاخر ديال 20 الاخر ما كال والو. صافي قولك دار لينا داك النهار ديال نهار الحد ما واكلين والو. فاش هذيك 6 دقائق قالك يلا يلا طلعوا طلعوا جمعوا حوايجكم باش غادي تمشيو معانا. جمعنا الحوايج باش نمشيو معاهم، تمينا غادي على نيتنا. طلعونا عاوتاني في هذيك الطوموبيل البيضاء، ما بغاوش نشوفوهم. المهم طلعونا على غفلة، طلع 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 طلع. هادشي في الليل، هادشي في الليل هادي. صافي تداونا لواحد جهة البحر. نتوما هذيك البلاصة الدار اللي كنتو ساكنين فيها ما عرفتيش بلاصة فين جات، ولا شي عروبية، ولا كيفاش توصلتي ليها؟ ما تنسمعو حنا عا جديدة، يعني هو هزك من الطوموبيل الجديدة وداك لديك العروبية وانت ما عارفش فين. عاود الخلو والقيفات. وهذيك الدار ما حداكمش الديور تما، ولا كاينه دار معزولة؟ دار معزولة، ولكن انا بالنسبة ليا ملي طليت بان ليا شي حما حشاك شي حمار وشي بقرة تما وحدة. صافي ما بنادم والو ما يسمعش، حتى الريزو ما كاينش. لو بغيتي الريزو خاصك تمشي حدا البير، شي البير وتحدي راسك لا طيح. بحال تقول لك الريزو مدير في مليحين شي نقطه لايحينها في البير. شحال نتوما واحد اللي كنتو في هذيك الدار؟ ونقول لك هذيك الساعه حنا ولاد محمديه كنا شي 8 9 بين 8 الناس كاملين كاع دوك اللي غادي يسافروا كلهم شحال تقريبا كانوا في هذيك؟ واه ما نكذبش عليك ونقول لك مني تارك ابن عابس بوي بغى يحسبنا، نقول لك تل شي 46 47 بنادم بلا حساب. هزكم داكم في الطوموبيل قلتي في الليل وصلتوا للزودياك ياك؟ دانا لواحد الفيلا، دزنا من جيت البحر طريق البحر، نسمعوا الموسيقى ولكن حنا ما عارفينش ذاك القمت ما عمرنا في حياتنا مشيتني. نسمعوا المزيكا والضواو تيتشعلوا بحال البوليس، واختار المغرب عاطين الضو بحال. تسمعوا الموسيقى وتمشي نداونا واحد نقول كي تحت واحد هذيك الفيلا، الفيلا دار قديمة بوني كازيا. دخلنا لها تما، دخلنا وقال لنا ريحنا. نقول لك شي يجوا السوايع عاوتاني ولا ثلاثة، بقينا مرايحين تا قادو لينا الشغل. جابوا الزودي جابوا هذيك ديال البلاستيك نافقوها. صافي المهم يقول قالوا لبنادم هزها، بنادم هزها تعاونوا هزيناها كله هاز بوديز هذيك بوديز ديال ليسانس. نقول لك بنادم غادي سرديل ملي تلاحف الزودياكا، بنادم تقول سرديل واحد فوق واحد ندير معانا باش غنمشيو 30 واحد. ولينا غاديين فوت بين 50 واحد حتى 60 واحد. ملي جينا مع الصباح تمينا غاديين في الزودياكا، بنادم تيحفط هذيك البوديزات تيشتف عليهم تيبداو بحال هكاك تيبداو يتقبو هذيك ما ديبار. ومني جا حنا غاديين كتار وداك الماء تيتما غادي وتيهو تيدخل لينا تيدخل ملي تيدخل ما عندنا كي غادي نديرو ليه باش نفسو. ملي ضمارات هاد الزودياك معاش ولك شي بين جوج ديال الليل 4 الصباح فاش في الاثنين في الثلاث فاش اثنين بالليل بين جوج 4 الصباح شحال لقيتو في الزودياك؟ وبقينا نقول لك تلا 4 بالليل بنادم صافي بدا يدوخ، صافي بدا يمشي ليه العقل. صورنا تاعينا انا نهار ضلت هذاك النهار ديال الاثنين مشينا فيه الصباح صباح الحال هذيك ملك الوقيتات غادي الله الناس ما شفناه كيف صباح الحال باقي تنحيدو حنا في الماء والبوادز تبنادم ما مستفش تمقاد تيفط عليك على رجلك او تتبغى تعتقيه بغيت حيد لي داك الماء من تحت منه. وتلاقيت مع الدري ايوب، تلاقيت معاه سبحان الله الوحيد هو
وحيد اللي عاوني فيهم كاملين، شافني من بعيد كان مريح تحت حجيت الموتور، وني شافني انا تحدرت كيفاش باغي نهز الماء، تنهز الماء ونوض ونعاود نخوي من دون شي نقولك شي من 50 ل 60 واحد. شافني جا عندي تيجري، سرحوا لي الدراري الطريق، جا عندي ريح فوق هذيك الشامبريره، دار جلهوك ورجلهوك صافي، وقال لي عمو جوجات دابا عندك، اقول انا ماشي معاك صافي. انا المعطي ليه بديت معطي ليه تندير نعمر ونعطيه، نعمر ونعطيه، نعمر اليميني اليسريه نعمر، ومضاربه مع بنادم عاوتاني على حساب كيفاش عاوتاني تتحضر وتتورك على سميتها البوديزه تتعمر تتعطي خوي لك. الزودياك ما وقفاش غادا والسيد مع قوة بنادم، السيد غادي توا غادي اللي غادي يصايق بينا، باغي ينقص من بنادم بحال عنده بطاطا لايحة في كان كيقول لهم كيفاش باغي ينقص من بنادم؟ كيقول لهم تلاحوا ولا اش كيقول لهم؟ تيقول لهم بغيتوش تريحوا لدين دين ماكم، ريحوا لدين دين ماكم، ريحوا لدين دين ماكم اللي غادي يلوحكم، هو كي ماشي يلوح تيبغي يلوحنا بحال تيبغي يهود الموتور تحت وتيعمروا علينا، تيلوح علينا يعمر لينا الماء باش يفون دينا، ما هو ما تيسحبش راجل تا هو غيتفون ده، راه هو الاولاني. وجاب الله كاين حدا واحد الراجل تما تا هو تي عنده واخد بوديزه تا هو تيعمر بدون هوايه تيعمر، وانا اللي جاب الله جيت لقدام تندير لي الله يرحم الوالدين. هذاك بيناتنا واحد السؤال عندي ما كانش عندي انني وضعته مع زكريا اللي تا هو نفس القصه تا هو معاكم. انا نسولو لك انت، هاد العدد ديال الدراري كاملين وملي كتشوفوا هاد السلوكيات اللي كيدير هاد الربان، هاد الربان اللي كيسوق، ما كان حتى شي واحد في الدراري تيعرف يسوق هذيك الزودياك اللي يقدر يوقفوا عند الحد ديالو على الاقل يعني يدير شي حاجه. قول له في نفس الوقت جاوبني، وما كاين حتى شي باخره دازت حداكم اللي يطلبوا النجده انه تقدر هي دير اللي عليها وتبلغ ويجيو تعتقوا كاملين؟ هادشي كله ما وقعش. لا والو، حتى شي واحد ما تيعرف يسوق هذيك الزودياك، واحد ما تيعرف يسوق. كاين واحد اللي معاه هو حاطو احتياط تاع الامراض هو ولا شي حاجه، تيتكا تيدير فوق الشامبرير تيحضر راسو الارض للبحر، ورجليه تيحطهم على واحد القنية ديال الموتور باش يبقى ناعس مرتاح، باش انا ناعس ديك جوج سوايع ولا ثلاثة يفوق يفيق موقد. كيت لي واحد فوق واحد فوق ليسانس من الفوق، تا داك ليسانس من تيترش عليك الماء ديال البحر تزيد يشوطك، وليسانس ديال الطيارات اللي قالوا لي انا. يعني اللي فهمت انا هو اليوم الاول صبروا فيه الدراري، ولكن انطلاقا من اليوم الثاني اللي كما قلتي بدا واحد كل واحد كيتسطى ولا كاين اللي كيتلاح ولا تما، كيفاش شفتي الامور انت؟ زكي تعيت نعمر الماء تدار مع هذا تزكي بنادم عاوتاني الماكله ما بقاش عنده، واخا بقى عنده شي حاجه ديال التمر ولا مضاربين على التمر مضاربين عليه. واحد كان يلاه كان غيعضني انا من هنا من دراعي شويه، عضني من هنا من يدي كاليت عليه قلت تحيات تلاح لي على يدي صافي، بقيت تحيتو بعدو عليا الدراري قلت لهم العار ما خليوها بعيد عليا بحال ما شويه. انا وليت خايف على راسي باغي نعمر الماء وبنادم ما مهنيكش، تنحيد لهم الماء باش نعتقو ريوسنا وما مهنيكش. انت مشيت كنتي مركز في هذيك المده كلها، شنو الحاجه اللي انت انا حتى الاربعه في العشيه وليا شوق عليك انت الاربعه في العشيه مني داخل سميتو أيوب مني كان حدايا أيوب كان مريح حدايا بحال موكا، واحد شوية هو يتلاح للقنت واحد بلاصة كنت أنا خاوية من تمام حتى مشيت نعمر منها، واللي بغى يوقف فهمتي، داير لي واحد واحد واقفين ولكن مخليني تنعمر تنخوي لهم من الماء لبرا، كنت نعطي لأيوب تنعمر لي أنا تنعطي ركابي هو تنماطي ليه وتيخوي، ما هو الوحيد اللي بغى يساعدني. ما كلشي داير راسو بحال ما كلشي شاد تبوعه، كلشي شاد التقيق، كاين اللي شاد كلشي داخ صافي. حتى لواحد اللحظه شنو اللي وقع لك انت في هذيك اللحظه؟ انا واحد اللحظه تبان لي انا يا راجل كبار تنعفط، واحد شويه انا دخت بالليل اللي في الاربعه ما بقاش عندي الراس حتى الغد ديال الصباح. هاد الصباح انا تنحس براسي راني في قهوه، ماشي في قهوه في شكل ديال القهوه، كراسه صاحب الدراري مريحين على الكراسه. انا ديك الليله ضال بحال نقول لك ما ناعش، يعاودوا لي دابا الان الدراري قالوا لي ضربناك تعيتي بغيناك تفيق
طلعتي فوق منا، دستي من فوق منا، وتقيت علينا الكراسي، عطيوني كرسي، عطيوني كرسي، عطيوني كرسي. يعني انت مشارك العقل هذيك الساعه؟ شاري العقل هذيك الساعه. انت ما عقلتيش على راسك؟ تلقيتي راسك انت عند فجوا السلطات اللي يقدروا يطلعوا؟ لا لا، هذيك الساعه نقول لك مع ثاني، نقول لك مع الصباح شي 11 12، بنادم شي وحدين واعيين، وعاو شويه، وعاو وعيت، كذبش عليك، وعيت شويه يعني. حسيت براسي شويه، جيت نسول الدري صحيبي اللي كنت نعطيه الماء، قال لي راه تلاه. تو كيفاش تلاه؟ قال لي راه تلاه بالليل مع بدون هوايه. قلت له كيفاش، ما علاش ما شديتوش كيف الاخر؟ قال لي ما بغاش يرجع لي صافي. قال لي ما بغاش يرجع لي، والقنبه ما عندي. قلت له القنبه؟ قال ما القنبه، قال القنبه ما عندناش، لاح القنبه اللي صايق بينا، كان واحد قبل من ايوب يطاح، كانت عنده قنبه، لاح لي رجعها، ومن هذيك اللحظه يكون تلف القنبه. ما عاد ما بغاش بنادم يبقى يتجبد، حتى هو من ديبار هاد السيد هذا باغي يغرقنا، بقى يدور بينا، نقول لك بحال الفرماجه، نارينا فرماجه وبقى يدور فيها. النهار الاخر، النهار الاخير هو اللي وقفوا عليكم ياك؟ لا، تمينا غاديين، بقينا غاديين غاديين، واحد شويه بنادم داخ، بنادم هما ريوسهم كاينين دابا، دوك الجوج اللي صايقين هما داخو شويه، باغيين يشدوا اتجاه، واحد شويه باغي شويه باغي تيشد، شويه باغي نشدو اتجاه، واحد شويه باغي تشدو اتجاه، الاخر باغي يمشي. الدري الصغير باغي يسوق بينا يوصلنا مثل سباليون، والاخر ولادي ندينا ماكم تاع تموتوا هنا في البحر. دابا غتعاود ليا على الوقيته اللي وقفوا عليكم، هي فاش نقدوكم، هي شنو اللي وقع باش نشوف دابا الموضوع مع الام؟ واش نقدونا المارين؟ المارين صافي تعيطوا لهم هذوك الناس اللي عطاونا الماء، شافوا محت زودياكا من كنا راكبين فيها، كل وقت باقي بلاصتو، تعرفوا شكون اللي كاين صايق وشكون اللي حنا ما عارفين والو. بعد كاين هذاك السيد اللي بغاو يعتقونا، وقفوا لينا سبحان الله، الاولى ما بغاش يوقف لينا، والثانيه وقفات لينا من عند الله، طلب من الله ووقف لينا، سبحان الله العظيم وقف لينا، ربي ربي كبير. ما وقف لينا صافي، ما طاو لينا دوك ربعه البوز ديال الماء، السيد هو يهرب علينا عاوتاني، سخديتو الماء والله مشاو فين، كملوا على الطريق. حنا ولينا باغيين نتيسو معاه، من رحمنا الله عطانا الماء، خاصنا يرحمنا الله كيفاش عاوتاني نحيدو من البحر. عاود لي دابا على لامارين، ملي وقفوا عليكم عقلتي انت ملي وقفوا عليكم؟ لامارين وقفوا علينا، طلعونا بالواحد بالواحد، ما عرفتوش اش بلاصه بالضبط فين لقوكم. واخويا قولك شي، قال لي شي 6 سوايع، مني نقولك شي الجوج بين الجوج والوحدة، وحنا غاديين في الطريق تل شي 10 الليل عاش وصلنا، باش من الطريق حنا ما كذبش عليك الطريق، ماشي 6 سوايع ديال الطريق ولا 7. فين داوكم الكازا؟ جابونا الكازا. من تما دخلتي للسبيطار باش الدواء؟ باش انا ما دخلونيش السبيطار هذاك النهار، داو شي وحدين اللي مشوي مواعتين. ما تحركتي في لحمك ما والو؟ انا تحركت، انا هو اللي تحركت فيه تقريبا في 6 ولا 7، حتى انا موعد فيهم وما داونيش هذيك النهار. ما حتى كاين شي وحدين، كاين اللي زوين وكاين اللي خايب، فهمتي؟ كاين اللي قال لك لا ما غاديش نديك، ما تمشيوش. ما حتى داو واحد جاو مارتي 4 ولا 5 لابيلانسات، داو وحدين، واللي بقينا حنايا داونا الجيور، دخلونا بيتونا حتى الصباح. الصباح مني جا شي واحد من الامن عنده القرايد، هو عيط، حيت انا عطيتهم هذاك الشيء السؤالات بالليل. والصباح مني جا هذاك اللي عنده القرايد مسكين، بقينا فيه حتى انا ما تنقش نمشي، ندير هك خطوه هك خطوه هك مجوج، ما تنقش نلاقي رجلي، اللي لقيتهم تنتشوط. صافي تا قال لهم هاد الناس خاصهم يمشيو ضروري للسبيطار. صافي هاديك نقولك شي ربع ساعة هكاك جات لابيناس، داونا السبيطار، داونا السبيطار، دارو لينا فاصمة. صافي شدونا تا الصباح، بتنا تا الصباح وخرجت. نتوما خرجتي من تما لقيت عاوتاني شي 3 ديال النهار. صافي سينا قالك سيني في هاد الورقة سينينا، خرجنا. منين خرجتوا؟ من المحكمة ولا منين؟ من السبيطار. من السبيطار. شكرا لك.
وعلى سلامتك. وهذه رسالة من عندك للمغاربة يعرفوا هذه الهجرة السرية، التبعات ديالها. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف مجموعة من النقط أخرى مع الأم، لأنه القاعدة باش نطلق هو أنه هاد الواقع اللي وقعت ليه كانت باتصال بين امرأة مع الأم. ملي اتصلت بك واحد السيدة وقالت لك راه يمشي لبرا وهاد الهجرة السرية، غير من العائلة من شافت الدراري غادين، وهي أول حاجة ولد المرأة مشى، هاد ولد المرأة اللي اسم سارة ولدها مشى، مشى في الحفظ والأمل، هذا مشى في الباطل. بلاتي هاد المرأة اللي كدوي عليها واش هي اللي من طنجة؟ من طنجة. أنا نفس السؤال كنت سولته لواحد الولد داز معايا اللي هو زكريا تا هو عاش. شنو الدليل اللي عندك بأنه هذيك السيدة ولدها مشى؟ لا أنا ما هضرتش مع السيدة، وهضرت مع الولد ديالها، حيت نمرة التليفون عند بنت اختي، هضرنا مع الولد ديالها بحيث العائلة، حيت اختي مرضعة الولد ديالها تقريبا مع العائلة. يعني من العائلة ديالك انت كتعرفي بأنه هذاك الوليد هذيك راه أمو؟ متأكدة من هذه المسألة؟ ماشي أمو، بنت اختي أنا بحال أخوها، فهمتي؟ بحال حنا ما عارفينش زعما كاين واش السيده سمساره ولا هادي ولا هادي، غير هو الدري اللي بغيت نوصل لك، غير الدري بانني قال لي خالتي حنا راه جينا في الحفظ والامان، راه كلينا شربنا جينا بهذيك الباطو ديال العود في جوج مطار، خدا لينا جوج المليون ديال التقضيه، فيها الكارو فيها العصيرات فيها الماء. بقي معايا انا غادي معك، انا نعود نرجع معك للسؤال. هاد الكلام اللي قلتي لي اللي السيده من العائله دوات لكم على هاد الشاب اللي كاين برا، مزيان السؤال اللي جاوبيني على هذا باش باش ما يتخربقوش عندك الامور. هاد الولد اللي هو برا، واش عندك انت دليل من هاد السيده اللي معاك انه بصح داك السيد برا؟ ما عنديش عليه دليل. الجواب الثاني، واش عندك شي دليل بانه هاد السيد اللي قال لك انا راه كنا وفيت من وقع لينا وهذا ومشينا وبخير وعلى خير، بانه هذيك اللي كدوي اللي كتنسق مع الدراري وكتصيفطهم عند هاد السمسار هي امو؟ عندك اكيد بانه هي امو؟ شنو الدليل باش عرفتيها امو؟ لا امو، حيت امو حيت الدراري، هي الولد من مشى معاهم واحد الولد وما كملش معاهم، خاف من رجع، رجعت لي الفلوس. من قلت لي شكون اللي رجع لك الفلوس؟ قال لك فلان اللي رجعت لي الفلوس، سميه هي اللي رجعت. وهاد سميه هادي مازال ما لقيتش انا الدليل بانه ذاك اللي هو كيدوي معاكم انتوما بالله راه ولدها؟ لا ولدها، ولدها. دليلك على انه ولدها؟ ولدها. شنو هو اللي عندي اليقين فيه؟ إذا كانت في الجوار كتعرفوا هاد السيدة هذاك ولدها هذا بواه؟ لا ولدها، ولدها. أكدة أنت؟ نعم مأكدة 100% ولدها. وهي دابا فين هي ديك السيدة؟ الله أعلم، حنا هذيك السيدة اللي كنقول لك دابا عليها أنا ما هضرتش معاها في التليفون، ما قالت لي لا أعطيني ولا غيمشي ولدك ولا هادي ولا ديك، إلا ولدها اللي سولته كيفاش تمشيتو؟ هو اللي أمني قال لي راه مشينا بخير وعلى خير، وصلنا واكلين شاربين، أربع أيام غيوصل ولدك خالتي في الحفظ والأمان. هذه هي اللي خلاتني تأمنت وصيفت ولدي. وهذا راه ضمان هذه. راه نفس الكلام إلا سمحتي لي اللي قالت الولد الثاني اللي كان مع الولد ديالك حتى هو اللي سميتو زكريا، اللي قالت لي على ضمانتي عطيه دوك الفلوس سير عنده الجديد هذاك السمسار ديرو فعل، قالت لي على ضمانتي. هذه كلمة ضمانتي كبيرة لا؟ معلوم. وفاش في الريسك في كارثة. هذا السؤال الأول، فهمنا الموضوع. انت من بعد ملي اطمئنيتي على الابن ديالك ودو معك في السبيطار وعرفتي ولدك على قيد الحياه، كيفاش شفتي الامور؟ انا ما كنتش عارفه ولدي كيتعذب وانا ما عارفاش كيتعذب، ولدي خرج من البحر وانا ما عارفاش ولدي خرج من البحر. انا كنقول ولدي راه وصل، من قال لي الدري قال لي راه خالتي ولدك راه في الحفظ والامان غيوصل واكل شارب معزز مكرم. شكون هو اللي قال لك؟ هذا ولد المراه سميه. اوكي صافي، انا خاطري هنيت شويه، واخا ما هانيش شويه، من قال لي بحال هكا شويه. واحد السيد نسيبنا، دارك السيده نعس في الرباط، مشينا الرباط نزوروه، مهرس مشينا الرباط للسبيطار نزوروه نشوفوه، حتى كنشوف بنت اختي جالسين بحال هكا، حتى كنشوف بنت اختي هزت التليفون كنقول لها واش بوشعيب وصل؟ عبد المجيد وصل؟ واش عبد المجيد وصل؟ كتقول لي لا لا خالتي. كنقول لها شنو كاين؟ ما عقلتش على راسي، حتى غوت في السبيطار، حتى جاو الفرامليه وكلشي كيشوفوا شكون اللي غوت، غوت بواحد الغوصه لا يرسلها. قالت لي لا خالتي ما تخافيش. قلت لها اشنو؟ قالت لي الدراري راه خالتي راه شي مات وشي راه باقي حي. صافي هذيك الساعه خرجت، ما قلتش السيد المريض لا بسلامه ولا بسلامتين، ديك الساعه خرجت كنجري بحال شي حمقه
وبحال شي مسطيه خارجه كنجري على الطاكسي نقلب على الطاكسي ديال المحمديه. لقيت طاكسي داني طاكسي من غناخد الطاكسي ديال المحمديه. جينا المحمديه جيت ثاني هنا الرشيديه كنسول على الدراري والديهم كيفاش واش ولادكم خرجوا ولا ما خرجوش ولا ما عرفت حتى واحد. مشيت عند واحد السيد واحد لقيت غير مو قلت ليها واش كاين ولدك؟ قالت لي لا راه ما كاينش ولدي، ولدي راه مشى للسبيطار. قلت لها اين السبيطار؟ السبيطار اش كيقول لك مولاي يوسف. مشيت تما كاين السبيطار كنقلب لقيت السيد قلت لي السلام عليكم. قال لي السلام. قلت ليه مدرا الوليدات الدراري؟ قال لي انا راه ولدي القيسور عند الجدرميه. وقلت لي ولدي انا؟ قال لي ولدك ما عرفتوش. قلت ليه واخا. قلت لي شي اب ديال شي واحد من الضحايا ديال واحد الولد حتى هو معاهم. قلت ليه واخا. قلت ليه واش تقدر تمشي معايا لداخل ندخلوا نسولوا عليه؟ قال لي ماشي مشكل يلاه. مشينا للمستعجلات كنقلبوا كنلقى ساعدتنا واحد الفرمليه الله يكثر خيرها الله يجازيها بخير. دخلتنا كاع السبيطار من البروميان حتى الكوات الرابعه كتقلب معانا. قالت لي هانتي هنا فين كانوا الحراقه هنا اللي داخلين الدراري. قلبنا ما لقيناش، لقيت غير الحوايج ديال الدراري كاينين حوايجهم حاطينو خانزين بالمازوط كل واحد مسكين واش حاط. لقيت دري مشيت لواحد الصاله اخرى لقيت دري واحد صغر من ولدي لقيته حتى هو مسكين طيب حالته ما تشوش فيها. ايوا صافي هذيك. قلت لي ولدي واش تتمع هاد الحراقه؟ قال لي اه خالتي. قلت لي واش داركم في خبارهم؟ قال لي اه في خبارهم هما غيجيو. قلت لي لا ما كانش في خبارهم هاد التليفون الا كنتي حافظ النمره عيط ليهم. قال لي لا خالتي هما غيجيو. انت لقيتي ولدك انت؟ لقيت ولدي انا الجمعه النهار اللي عاودتي لي واخا هاد النهار اللي كتعاودي لي على السبيطار كان الخميس. لا الجمعه. في الجمعه. الجمعه انت لقيتو فين لقيتي؟ لقيتو في السبيطار. لقيت يعني فداك الوقت اللي كنتي كتقلب. الوقت اللي كنت كنقلب ما من عقبت خرجنا من السبيطار فاش ما لقيتوش رجعت عند السيد باس هذاك الوليد قلت ليه شوف. قلت ليه يلا معايا عند الجدرميه الا كانوا مازال عند الجدرميه خليني انا ندخل عند الجدرميه حيت انت جا دخلتي انا غندخل نسول على ولدي. قال لي يلا. من مشينا عند الجدرميه قال لك راه مشاو ديناهم الميريزكو. مشينا لميريزكو لقيناهم بقينا كنسولو ثاني لقيناهم في ميريزكو. من خرج عندي ولدي شتو صافي شتو. انا غتعاودي لي لا يرتلى هي ماشي لا يرتلى هي حاله يرتلى غادي تعاودي لي ملي لقيتي ولدك. ملي لقيتو اش نقول لك صافي ملي لقيتو الحماق والتسطيه صافي سخفت. انا ما عقلتش على راسي ما عقلتش على راسي. خالتي اختي تاي ما عقلتش على راسها طاحت قدام السبيطار واحد الحال وصافي. الوضع النفسي ديال مجيد دابا كي مريض مريض ولدي. عطيتو صاله قلت لي غتولي تنعس بوحدك باش ترتاح ما تبقى تصبع على صداع على والو. قال لي امي لا ما نقدرش نعس بوحدي كيبانوا لي الدراري كيبان لي الماء كيبان لي بزاف الحاجات. قال لي ما نقدرش. قال لي ما نقدرش صافي. ودابا في الليل ما كينعش مزيان ضروري كيتقفز ضروري كيغوت ضروري حيت انا كنعس حداه ضروري كيغوت كيبكي كيتفكر الدراري كيبكي. لا جا شي واحد يزور يقول لي على سلامتك كيبدا يبكي ما صابرش. السؤال الاخير اللي عندي معك هو العدد ديال 37 طلقات العدد تقريبا الاجمالي ديال اللي مشاو في هاد الفاجعه 57. هاد العدد اللي هو باقيين كيقلبوا عليه ما بقدر ما توصلتكمش شي معلومات على شي واحد قدروا يلقاوه؟ لا لا ما توصلتنا حتى حاجه انا بعدا كاين ما شكرا لك. مات اخويا واحد اخر في سبيطار ميريزكو مات واحد الدري اخر مسكين درويش بنادم. فين تلقى هذاك؟ كان معاكم عفا 37 كان معنا كان معنا خرج بخير وعلى خير داروا الاكسجين جيت الصباح قالوا لي داروا معايا ثلاث نجي نعاود نداوى جيت نطل لقيتو واحد باقي مسكين شويه وقلت لاخر الله يرحمه. مجيد على سلامتك الله يسترك. انا حاس بك والله العظيم انا حاس بك على سلامتك. مشاهدينا الكرام الله ياخذ فيه الحق غادي تشوفوا الكلمه الاخيره ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق. ضيع دراري ضيع شباب ضيع امهات خلى امهات مراد ما كينعسوا لا ليل نهار. اش غنقول ليه؟ الله ياخذ فيه الحق. بحال هاد السيد ما عندوش الاولاد
ما عندوش الكبدة على الاولاد، ما عنده حتى حاجه، اللي دا هاد الدراري وتكرفس عليهم ودا لهم هاد الحاله كلها. الله ياخذ فيهم الحق كلهم، ماشي غير هو، كلهم. وشد هذيك الزودياكا ولا سميتها كيشدهم وكيدير لهم 15 مره. ولدي كيقول يا ماما كيدير لي بحال هكا، كيدورنا باش هو يطيحنا، باش هو يخويها ما يبقى فيها حتى واحد. وفي الاخر كيقول لهم ديني ديماكم غنفشها وغنسدي بوكم كلكم لتحت. وبدا يعير فيهم وبدا يسب فيهم، واش حنا هاد الدراري ساخن عليهم روسهم؟ واش هاد الدراري ساخن عليهم فلوسهم رزقهم؟ الناس راه باعوا حوايج، باعوا مطار، تسلفوا تكلفوا باش يمشيو يخدموا على والديهم، يخدموا على راسهم، يخدموا على وليداتهم وعلى والديهم. تصدقوا النص ميت والنص. على سلامتك، على سلامتك، الله يسر لك يا ربي، والله ربي يكتب لك عمر جديد ما شاء الله. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا عبد المجيد روى معنا القصه ديال هذا الاسبوع الاسود اللي عاش فيه هذا الرعب، وكذلك كنتمناو ان العائلات تلقى البقيه اللي باقي العائلات كيقلبوا عليهم. مشاهدينا الكرام، الرساله لا يمكن انا شخصيا ان انظر في الموضوع، لان الله عز وجل عالم بالحاله ديال هاد الناس، ربي اللي عالم بهم. ولكن كفكرة نوضعها للناس، اثنان لا يلتقيان، العاطفة والتنظيم. الآباء بضغوطات من بعض الأبناء تيشوف الأمور الإيجابية في مثل هاد الوقائع، ولكن التبعات ديالها كتكون النتيجة ديالها جد وخيمة. مشاهدينا الكرام، الهجرة السرية ماشي هو الحل، وكذلك الدور ديال المؤسسات والحكومة لاتخاذ المتعين في البحث عن تشغيل الشباب، هذا هو عمق الموضوع وأسباب ومسببات اللي ارتأت بالشباب أنه يمشيوا يكونوا هدية للأسماك في البحار. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. والبحث كذلك عن أيوب اللي الأم ديالو الله عز وجل اللي عان بها كتقول لك أنا بغيت غير ولدي ميت ولا حي. وكذلك عدد كبير من الاباء والامهات اللي كيقلبوا على اولادهم اللي مازال ما وصلتش النتيجه. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع ديال 57 شاب اللي عاشوا الرعب في اسبوع، فيها 37 اللي تلقوا وواحد فيهم توفى، وفيها البقيه لا زالت موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.